بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح ناخذ آخر موضوع اللي هو الجراف. رح نتعرف المفاهيم الرئيسية للجراف وكيف رح نمثل الجراف باستخدام الكمبيوتر وشو التطبيقات على الجراف. بحكينا الجراف هي الجراف جي منعرفه على إنه مجموعة من الفيرتيسيز ومجموعة إجز، مجموعة فيرتيسيز ومجموعة إجز، مجموعة نقاط وروابط بين هاي النقاط بنسميها جراف. الفي هي الفيرتيسيز والاي هي الإجز. بنعبر عن الجراف بشكل عام جي يساوي بين أقواس في فاصلة اي، زوج مرتب، مجموعة الفيرتيسيز. لاحظ الفي هي ست، الست يعني لو نحكي عن إشي ست إنه القيم ما بتتكرر فيه. أما الإجز غلط أحكي ست، هي هاي كلمة ست لأنه الإج ممكن تتكرر، غلط أحكي هي list of edges و set of vertices. set of vertices مجموعة الفيرتيسيز مستحيل ألاقي A مرتين، A بلاقيها مرة واحدة مثلا. أما list of edges connecting the vertices in V، list غير كلمة ست حطها list، حطها بدل ست list of edges. لو رجعت لكتابك بعطيك حالات إنه ممكن الإج يكون parallel وبالتالي بتكرر الإج، يعني من A لB ألاقي two edges عادي بنسميهن parallel. إذا ممكن تتكرر الإج، لهيك ما بنفع أحكي set، لازم أحكي list. list of edges connecting the vertices in V. الvertices هاي أو بنسميهن النوتس، هاي الvertices بالجراف اللي عندي، مجموعة الvertices A B C D E. ومجموعة الإجز، الإج اللي هو الرابط بين A و B، هون في عندي رابط هذا بسميه إج. كيف بعبر عن الرابط على شكل، عن الإج على شكل زوج مرتب، من A ل B عندي رابط، من B ل E عندي رابط، من E ل D بين A و D. طبعا هون undirected ما فيش اتجاهات، يعني قلت E B E B ولا B A E نفس الإشي، A B ولا B A كمان نفس الإشي، A D ولا D A نفس الإشي، لأنه ما في direction. هسه رح ناخذ الدايركتد والاندايركتد جراف. لما يكون مش دايركتد تقدر تعبر عن الرابط على شكل زوج مرتب. الرابط لاحظ الاتش كيف بعبر عنه، مجموعه الاتش على شكل زوج مرتب من الاطرافه، من الفيرتيسيز اللي بتمثل اطراف الرابط. عندي رابط بين A و B بقول A فاصل B، هذا الرابط، هذا رابط، هذا مش نود، هاي رابط، يعني مقصود فيه رابط بين A و B، في رابط بين A و C، في رابط بين A و D، في رابط عندي بين B و E و C و D. عدد الروابط هون سبع روابط، هاي سبع روابط، هاي عبرت عنهن على شكل سبع أزواج مرتبة. طيب الابليكيشنز ليش احنا بنستخدم، وين بنلاقي تطبيقات على الجرافز؟ بيحكي لنا في مواضيع كثير بنلاقي فيها الجراف، لازم استخدم فكرة الجراف، والجراف إذا 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 الابليكيشن بده جراف لازم أعرف كمان كيف أمثله داخل الكمبيوتر عشان أقدر أشتغل عليه. لهيك لازم تكون عندك فكرة عن الجراف. بيحكي لنا مثلا النتورك، كمبيوتر نتوركس، شبكات الكمبيوتر كلها تمثل على شكل جراف. العلاقات بين بالسوشيال الواتساب، بين المجموعات، بين الأشخاص، الأشخاص نفسهم هم فيرتيسيز، والعلاقات الرسائل اللي بيناتهم هاي تعتبر روابط إجز. علاقة مثلا على الفيسبوك الأشخاص هم فيرتيسيز، وعلاقة الصداقة تعتبر رابط connection. طبعا علاقة الصداقة بتكون متبادلة، إذا undirected بتكون بدون اتجاهات، أحمد صديق لعلي وعلي صديق لأحمد، هيك تلقائيا على الفيسبوك مثلا. الأشخاص هم vertices، إذا بدنا نمثل علاقة الصداقة بين أشخاص بمثلها على شكل جراف، الأشخاص نفسهم بدهم يكونوا vertices، والعلاقة الصداقة بتكون إيش، هاي الإج الرابط. الإيرلاين فلايتس خطوط الطيران، خطوط الطيران المطارات نفسها بتكون هي الفيرتيسيز لأنها هي مصدر الطيران، وخط الرحلة من مثلا من مطار إكس لمطار واي هذا بيكون إج، خطوط الرحلة، بس هاي بيكون دايركتد في اتجاهات، لأنه اتجاه الرحلة بيكون محدد من عمان للقاهرة أو من قاهرة لعمان، أو من لازم الخط الاتجاه محدد، وهيك بيكون الإيرلاين فلايتس بتكون دايركتد، لازم يكون في اتجاهات مش اندايركتد. الرود ماب خارطة الطرق، الطرق اللي بين المدن، الطرق اللي بين الدول، الطرق طبعا الطرق هنا ما بقدر أقول directed ولأن undirected،
في شوارع بلاقيها باتجاهين، في شوارع بلاقيها باتجاه واحد، لازم أروح من هذا الاتجاه، ممنوع عكس الاتجاه، صح؟ ليك الرود ماب بيكون راح نشوف إنها دايركتد وأن دايركتد، كيف بتكون خليط، في شوارع لها اتجاهين، في شوارع لها اتجاه واحد، صح؟ الرود ماب يعني المناطق الرئيسية بتكون هي الفيرتيسيز، أو مثلا بين المدن بتكون المدن نفسها هي الفيرتيسيز، والطرق اللي بين المدن هاي الإدجز. الكورست بير بري ريكوست ستراكتشر، لو رسمنا الكورسز اللي عندنا مساقاتنا ومين متطلب لمين، برسمهن على شكل جراف. طيب، وفي عندنا أمثلة كثير، ممكن لو دخلت على التطبيقات كثير بلاقي نتويرك، بلاقي إنه هون لازم أمثله على شكل جراف. هيك موضوع الجراف كثير مهم، لأنه كثير من الأبليكيشنز بحاجة لجراف. فيرتيسيز مثلا، بعطينا هون مجموعة هذا جراف، عندنا فيرتيسيز A B C D E F. الفيرتيسيز مثلا هون ممكن لو أخذت هالرود ماب تمثل السايتس أو اللوكيشن، والإدجز تمثل الشوارع الطرق. الإدجز عادة ريبريزنت كونكشن. الجرافز بحكي لنا كان بي دايركتد أور أن دايركتد أو ميكست. في حالة ثالثة اللي هي ميكست، ممكن تكون دايركتد، ممكن تكون اندايركتد، ممكن تكون ميكس. مثلا علاقة الأشخاص وعلاقة الصداقة بيناتهم على الفيسبوك، هذا اندايركتد، فمثله اندايركتد بدون اتجاهات، بدون اتجاهات زي المثال هذا، هذا اندايركتد جراف، لأنه فيش اتجاه من A ل D، مش لازم أمشي من A ل D، أنا بقدر أمشي من A ل D، بقدر أمشي من D ل A عادي، الطريق بدون ما أعطاني سهم. إذا أعطاني سهم على الـ H يعني هذا directed، إذا إله اتجاه الـ connection، إله اتجاه الـ H، إله اتجاه. بس إذا كل الـ edges اللي بالجراف ما لها اتجاهات بيكون undirected. الجراف شو بنسميه؟ undirected. طب إذا كل الـ edges إلها direction برسمها كسهم من إلى، بيبين لي مين الـ source ومين الـ destination، برسم كسهم زي هيك من X ل Y. إذا بدي طريق من Y لX برسم سهم ثاني. هاي كل الإجزز إلها direction، إلها اتجاهات، بنسمي الجراف كله directed. طب إذا كان بعض الإجزز إلها direction وبعضها منهاش direction، بسميه mixed، خليط بين الdirected والundirected، بسميه mixed. طب ممكن يكون mixed، قبل شوي قلت لك الطرق، الشوارع، في شوارع بيكون باتجاهين، شلون ما مشيت السيارة شلون ما مشت السيارة بأي اتجاه صح، بس في شوارع لا، لازم يروح باتجاه معين، ممنوع عكس الاتجاه، بتكون one way، في شوارع one way، في شوارع two ways. two ways بيكون undirected، بقدر أمثله undirected، إنه بقدر يمشي السيارة بأي اتجاه. الشارع اللي بيكون له اتجاه معين بعطيه اتجاه، بعمله directed. إذا في ممكن يكون mixed، ممكن يكون الجراف mixed، بس احنا عادة نعمله اما directed او undirected، بس بعض التطبيقات ممكن تكون لجراف ميكس. طب شو بفيدني ان نعرف انه directed ولا undirected؟ لاحظ directed graphs بنسميه digraphs، نختصر directed graph بسميه digraphs. ال H has a direction، متى بيكون directed؟ متى بيكون directed؟ انه كل ال H لها direction. طب كيف برسم الإج اللي له دايركشن؟ برسمه على شكل الرو سهم، برسمه على شكل directed graph are drawn with arrows called arcs، برسمه على شكل سهم، يكون مبين وين السورس وين الديستنيشن، يعني هذا السهم مبين لي من X ل Y، هذا السهم مبين إن الطريق من Y ل X، هون الطريق من Z ل Y، بس ما في طريق من Y ل Z، بقدرش أروح من Y ل Z لأنه ما في سهم ثاني، لأنه هذا الجراف directed. لاحظ بحالة الدايركشن، إذا كان عندي edge UV بحكي V is adjacent to U، بحالة أنه directed، الجراف directed، وعندي edge UV، شو يعني UV؟ يعني ال U هو source وال V destination، بحكي مين adjacent لمين؟ لو قلت لك علاقة الadjacency تحكي V adjacent لU، بس U مش adjacent ل V، إلا إذا كان عندي كمان إج ثاني VU، اتفقنا؟ لاحظ مين adjacent، يعني destination adjacent للsource،
بي از ادجيسنت تو يو. ليك اعطاني انا عندي رابط زد واي، بحكي واي از ادجيسنت تو زد، بس ما بحكي زد ادجيسنت لواي الا اذا كان في عندي دايركشن من واي لزد. اتفقنا؟ هاي احفظها، انه مين، طب في علاقه يو في، هاي زد واي، احكي زد ادجيسنت لواي، لا واي ادجيسنت لزد، واي ادجيسنت لزد. طب اكس، اكس ادجيسنت لواي، واي ادجيسنت لاكس، لانه في تو دايركتد جراف. بس هون لو حكينا اما زد واي ما فيش اتجاهين، في اتجاه واحد من زد لواي، بحكي مين، واي ادجيسنت لزد، واي از ادجيسنت لزد. زد از نوت ادجيسنت لواي. ليش زد از نوت ادجيسنت لواي؟ لانه ما في عندي طريق من واي لزد، ما عندي رابط من واي لزد. لاحظ بالمثال اللي عندي هذا الدايركتد جراف، لو قلت لك مثل لي هذا الجراف، الجراف قلنا جي يساوي مجموعة الفيرتيسيز مع مجموعة الايدجز. طب لو قلت لك شو هن الفي، السيت اوف في، اكس واي وزد. طب شو مجموعة الفيرتيسيز؟ الايدجز، الايدج الاول من اكس لواي، اكس فاصلة واي، الايدج الثاني حكينا الايدج بعبر عنه على شكل زوج مرتب من اطراف الايدج، من النوتس اللي بتمثل اطراف الايدج، وعندي من واي لاكس، هي اكس واي واي اكس، تو ايدجز، وعندي ايدج من زد لواي، من زد لواي، بس ما عندي من واي لزد، ما عندي زد، عندي زد واي بس ما عندي واي لزد. لاحظ بحكي لنا v is adjacent to u if u v تنتمي، لاحظ u v ترتيبهن مهم، من u ل v بحكي v adjacent ل u، مش العكس، اذا كانت u v تنتمي لزد، هاي انا عندي زد واي بحكي واي adjacent لزد، بس ما في عندي واي زد، لو عندي واي زد بحكي زد كمان adjacent ل y. اتفقنا؟ لهيك زد is not adjacent to y. In undirected graphs, edges do not have a direction. الجراف بس بيكون undirected إذا كل الإدجز اللي فيه قلنا بدون اتجاهات، ملهاش أسهم، بدون اتجاهات. هاي بتكون حالة two ways، طريقين، two ways، لها اتجاهين، قول مشيت من X ل Y أو من Y ل X، نفس الإشي، لأنه الإدج هذا ما فيه. طب كيف بعبر عن ال هاي؟ فيش داعي اقول اكس واي واي اكس، بعبر عن الايدج اكس واي، بس بحكي انه الجراف undirected. يعني لو احكي عن الايدج اكس واي يعني بعرف انه بامكان الشخص انه يمشي بالاتجاهين، يعني الجراف undirected. وحكينا ممكن يكون ميكس، انه بعض الايدجز تكون directed وبعضها undirected. بيظهر عندي هذا التطبيق. نكمل بالباث. شو يعني باث؟ لحد الان عرفنا شو يعني جراف، شو التطبيقات اللي ممكن استخدمها فيها الجراف، شو يعني directed graph، شو يعني undirected graph، شو يعني adjacent، شو يعني adjacent بالdirected، بالdirected بس بحبر عن الadjacent. بالundirected مثلا y و z بحكي y and z are adjacent، ما بحكي y is adjacent to z، هون فيش داعي اقول y is adjacent to z، and z is adjacent to y، بحكي y and z are adjacent، x and y are adjacent. هون بهذا المثال بقدر احكي x and y are adjacent لانه في اتجاهين، بس هون y is adjacent to z but z is not adjacent to y. اتفقنا؟ بالdirected لازم احدد مين مجاور لمين، بالundirected بحكي للطرفين adjacent لبعض لانه ما في اتجاهات. في عندنا الباث، بحكي الباث اللي هو الطريق، بدي اقول لك في طريق بين A و E بالجراف، بتقول لي طب شو هو الطريق؟ الطريق هو مجموعة، بدي امشي بطريق، طب كيف بدي اعبر عن الطريق عشان اصل من A ل، ممكن اعبر A C E، هاي وصلتني ل E، A D C E، A D A، A B E، في عندي عدة طرق بصل، بقدر اصل من A ل E. طيب شو هو الباث؟ الباث هو الطريق بين any two vertices. شو هو؟ هو طريق بين two vertices بنسميه باث، ممر، ممر بين vertices، اني اصل من نوت لنوت او من vertex لvertex، اصل من vertex لvertex هذا بنسميه باث، مش شرط يكون رابط مباشرة، يعني هون بين A و B في رابط مباشرة،
بس بين A و E ما فيش رابط مباشر، بس أنا بقدر أصل عن طريق بمشي بأكثر من نود. طب كيف بعبر عن الباث؟ بعبر عن الباث على شكل sequence of vertices. كيف بعبر عن الباث؟ يعني لما أقول بين A وبمشي بهذا الطريق عشان أصل من A ل E، بقول A B A، رحت من A ل B ومن B رحت ل E. إذا كيف عبرت عن الباث؟ A path in a graph is a sequence of vertices W1, W2, W3 لحد Wn، من النقطة اللي بدي أنطلق منها لحد النقطة اللي بدي أصل لها. W هاي بتمثل الـ vertex اللي بدي البداية، و Wn الـ vertex اللي بدي أصل لها شو ما كانت داخل الجراف. بشرط إنه لما أحكي W1 و W2، W2 لازم يكون مجاور لمين؟ لـ W1، يكون adjacent. W2 يكون adjacent لـ W1. W3 لازم يكون adjacent لW2. شو يعني adjacent؟ يعني بقدر أصل من W1 لW2، وبالتالي بقدر W2 is adjacent to W1. يعني حكالي بشكل عام WI plus 1 is adjacent to WI، مش شرط يكون undirected، ممكن يكون directed. لهيك احنا بنحكي WI plus 1 is adjacent to WI. يعني شو يعني WI plus 1 adjacent to WI؟ يعني عندي رابط WI فاصلة WI plus 1 ينتمي لل edges. لاحظ بحكي WI plus 1 is adjacent to WI، يعني عندي edge من WI ل WI plus 1. طب قول لي شو هاي W؟ بقول لك رمز بمثل عن مجموعة الـ edges. 4i أكبر أو يساوي 1 وأقل أو يساوي n. The length of the path، كم طول الـ length للباث؟ عدد الـ edges، عدد الـ nodes ناقص 1. يعني لو قلت لك هون من A ل E، A B E، كم طول الباث؟ 2، اللي هن عدد الـ edge، عدد الـ vertices ناقص 1، اللي هن عدد الروابط. كم طريق مشيت؟ الطريق الأول والطريق الثاني عشان أصل من A ل E. كم خطوة مشيت؟ خطوتين. كم فيرتكس كان بالطريق؟ A فاصلة B فاصلة E، كان في 3 فيرتكس بس الطريق 2، هيك بحكي لنا equal N ناقص 1. إذا الباث مكون من W1 W2 لحد WN، بيكون طول الباث N ناقص 1. simple path اللي هو الطريق البسيط. الطريق البسيط هو الطريق اللي بيكون كل الفيرتيسيز فيه are distinct. شو يعني distinct؟ يعني منفصلات عن بعض، مش انهن مش متجاورات. لازم يكون عشان احكي A B لازم يكون في طريق من A ل B، بعدين بمشي من B ل E. بقدرش اقول A E مباشرة لانه ما في طريق مباشرة من A ل E. طيب شو يعني distinct؟ منفصلات، يعني ما يصير تكرير A B C A D. يعني بقدر أصل لبي بإني أقول A D C A B، بس هذا simple الطريق، هذا طريق بسيط؟ لا، يعني كررت. بحكي لنا الطريق بيكون simple إذا كل ال vertices distinct، إذا كلهن منفصلات عن بعض ما عدا الأولى مع الأخيرة. إذا كان سيركل، يعني ممكن مثلا أقول بدي أرجع من A ل A، بقول A B E D A، هذا سيمبل يعتبر. حتى لو في سايكل، حتى لو في سايكل سيمبل، بس إذا السايكل أجت بالوسط A B C A B A D C A B، هيك ما صارش سيمبل الطريق. لاحظ all vertices are distinct، يعني ما تتكررش vertices except that the first and last could be the same. بس الأولى والأخيرة إذا تكررن بحالة إنه كان في cycle مش مشكلة، بس الأولى والأخيرة ما تكون التكرار بالوسط. إذا التكرار بالوسط زي هيك، مثلا قلت A D C A B، A تكررت بالوسط، هذا ببطل simple. إذا قلت لك الطريق A B E كلهن distinct ما فيش تكرار، هذا simple. طب لو قلت لك A B E D كمان سيمبل. لو قلنا A B E D C هذا سيمبل، في تكرار. طب لو قلت لك C D E C A not simple. ليش؟ لأنه صار تكرار لسي ومش بالأول،
لو كان الأول سي والآخر سي والباقي كله distinct بضل simple، بس صار تكرار لسي وسي بالنص إذا not simple. لاحظ معطيك أمثلة A B E D C إذا با هذا با C D E B هذا باك بيوصلني من C ل B. لو قلت B C A not back ليش؟ في طريق بين B و C، وعشان أحكي two vertices لازم يكون في طريق بيناتهم، لازم تكون C adjacent ل B. طب C adjacent ل B عشان أقول B C، في طريق من B ل C عشان أحكي B C A؟ لا، في طريق من B ل A ل C بس ما في B C، في طريق من B ل C عشان أحكي B C، إذا هذا not B. طيب هذا directed، هذا undirected كان. شو ما مشيت بأي اتجاه، قلت من C ل A ولا قلت من A ل C بصير. أما بالdirected لا، يعني هسه هون في طريق من A ل C بس فيش طريق من C ل A. بالdirected بدنا ننتبه. بالdirected بدنا ننتبه على الاتجاهات لما نحكي. بدنا ننتبه على الدايركشن بالdirected graph. لاحظ من A ل من A ل E بدي أروح. من A ل E بقدر أروح من A ل D بعدين أروح ل A، صح؟ من A بصير أروح على D؟ آه بصير، D is adjacent ل A. ومن D بقدر أروح على E لأنه E is adjacent ل D. هذا طريق مختصر من خطوتين. طب في طريق ثاني بين A و E، في طريق ثاني، في طريق ثالث، في طريق رابع. بقدر أمشي من A ل C ومن C ل E. بقدر أمشي من A ل C بعدين ل D بعدين ل E. هذا الطريق اللي معطيك إياه اللي هو باه هي أشر لي إياه. من A ل C مشيت، آه الاتجاه صح. من C ل D بصير، ومن D ل E بصير. بس لو قلت لك من E ل D بصير أمشي بتقول لي غلط. طيب هذا not path، نشوف ليش not path. من A ل B صح، من B ل E صح، E C غلط. فيش الطريق من E ل C. طب قول لي هذا الباث، هذا الإج، بقول لك هذا الإج من C ل E بس مش من E ل C. ما بقدرش أروح من E ل C، لازم يكون في رابط من E والديستنيشن يكون C. إذا هذا ليش قال لي not path؟ ليش not path؟ هاي مشيت A B بعدين B E لحد الآن صح، بعدين قال لي E C من E روح على C. بقدر أروح من E ل C؟ لا. طيب نشوف simple path A B E D C، هذا simple path. لو قال لي C D E C كمان simple. طب قل لي C تكررت، بقول لك صح تكررت بس كانت ال first وال last C، ال first وال last. لو تكررت C بالوسط بيكون not simple. هاي A B E D C E كررت E بس ما جاتش الأولى والأخيرة. لو كانت الأولى مع الأخيرة إي ما فيش مشكلة، بس الأولى إي والأخيرة إي وفي تكرار لإي. لاحظ ليش not simple؟ صار في سايكل. طب قول لي سايكل الممنوعة عشان أسميه simple. بقول لك السايكل بيكون simple بس بشرط إنه يكون الأول والأخير نفس النود عشان أقول له simple. بس إذا كان التكرار مش الأول مع الأخير، الأخير تكرر بس وين تكرر؟ بالوسط اللي هو E، كررت بالوسط. لو كانت الأولى E ما فيش مشكلة. اتفقنا؟ فهمنا شو يعني simple path و not simple path وشو يعني path. طب نشوف ال path and connectivity. Undirected graph G is connected، في عندنا مفهوم connected. فهمنا شو يعني directed و undirected، فهمنا شو يعني adjacent، فهمنا شو يعني path، شو يعني طول ال path، كيف أعبر عن الباث؟ متى الباث بيكون سيمبل ومتى بيكون نوت سيمبل؟ لحد الآن هسا في عنا connected graph سواء كان directed أو undirected. الـ undirected بالـ undirected في عنا مفهوم الـ connected. الـ connected بحكي لنا متى بقول لك graph connected، يعني مترابط مع بعضه. إذا كان undirected إذا بقدر أصل من أي نود لأي نود أخرى داخل الـ graph. إذا كان يعني إحنا مفهومنا إذا كان في جزء منفصل، يعني أعطيتك هذو واحد اثنين ثلاث وجيت أعطيتك خمسة وستة هون لحالهن، بصير unconnected، بصير not connected، صح؟ يعني بقدرش أصل من واحد مثلا لخمسة وستة. لو
نعمل enable editing. توجيه هاي نود خمسة وهاي نود ستة وهذول بيانات الرابط وقلت لك النود من واحد لستة الجراف. هل هذا صار كونكتد؟ أنا بقدر أصل من واحد لاثنين، بقدر أصل من واحد لثلاث، بقدر أصل من واحد لأربعة، من اثنين بقدر أصل لواحد، ومن اثنين بقدر أصل لأربعة، ومن اثنين بقدر أصل للثلاث، ومن الثلاث بقدر أصل للواحد وللاثنين وللأربعة، ومن الأربعة بقدر أصل، بس بقدرش أصل للخمسة والستة، صار في جزء منفصل. هذا صار unconnected، صار واحد واثنين ثلاثة أربعة هذا connected مع بعضه، وهذا خمسة مع ستة connected، بس كلهن مع بعض مش connected. لو حذفت هذول الخمسة والستة وشوفت هذا الجراف واحد اثنين ثلاثة أربعة بقدر أصل من أي نود لأي نود أخرى، ساعتها بنسميه إيش؟ connected. هذا بالundirected إذا كان بدون اتجاهات. متى بسميه connected؟ عندنا مفهوم ال connected. connected أو not connected. not connected وريتك في جزء منفصل لحاله بقدرش أصله، بنسميه not connected. إذا ما فيش جزء منفصل كلهن إلهن علاقة ببعض بنسميه إيش؟ connected. if for every two vertices u v there's a path from u to v. هاي من هذا كمان connected، في جزء منفصل فيه؟ لا، من واحد بصل لاثنين، من واحد بصل لثلاث، مش شرط بطريقة مباشرة، ممكن ها من واحد لاثنين لثلاث، في باث لأربعة، واحد اثنين ثلاث أربعة. طب بين الاثنين والباقي النوتس، من اثنين لواحد، ومن اثنين لثلاث، ومن اثنين بقدر أصل لأربعة، اثنين ثلاثة أربعة. طب الثلاث بصل للواحد؟ آه، ثلاثة اثنين واحد. بصل للاثنين؟ آه، ثلاثة اثنين. بصل للأربعة؟ ثلاثة أربعة. طب الأربعة بصل لباقي النود؟ بصل للثلاث، بصل للاثنين، أربعة ثلاثة اثنين، بصل للواحد، أربعة ثلاثة اثنين واحد. إذا من أي نود بقدر أصل لأي نود أخرى، هذا connected، هذا بالundirected. طب بالdirected، بالdirected في عندنا strongly connected وweakly connected. لاحظ هاي strongly connected وweakly connected، هاي بالdirected graph مش بالundirected. الundirected بس أقول connected ولا not connected، إذا بدون اتجاهات بحكي connected ولا unconnected ولا not connected. بالdirected بحكي strongly connected أو weakly connected. strongly connected if there's a path from any one vertex to any other. إذا في path مع مراعاة الاتجاهات، إذا في path من أي نود لأي نود أخرى مع مراعاة، بشرط مراعاة الاتجاهات، بنسميه strongly connected. يعني هاي النود وصلت لهاي النود، طب بقدر اصل للنود هاي من هون؟ بقدر اصل للنود هاي؟ هاي وصلت. اذا طب اجي على هاي النود، بقدر اصل للنود الاولى لهاي؟ بصل لهاي؟ بقدر اصل لهاي؟ هذا بروح من هون لهون لهون لهون، وصلت مع مراعاة الاتجاهات. لاحظ هذا strongly connected، من اي نود بقدر اصل لاي نود اخرى مع مراعاة الاتجاهات، كل النود بنسميه strongly connected. weakly connected بحكي لنا ان بقدر اصل من اي نود لنود اخرى بس مع تجاهل الاتجاهات، مع تجاهل الاتجاهات. لو الدراع الاتجاهات بصل من واحد لاثنين، نفرض انهم رقمات واحد اثنين ثلاثة اربعة مع عقارب الساعة، بصل من واحد لاثنين، بقدر اصل من واحد لثلاث، بقدر، بس بقدرش اصل من واحد لاثنين لثلاث، بقدرش اصل لاربعة إذا بدراع الاتجاهات، بس إذا تجاهلت الاتجاهات بقدر. لاحظ weakly connected if there's a path between any two vertices ignoring direction. في أباث إذا تجاهلت بين any two vertices، إذا تجاهلت الاتجاهات في ممر بسميه weakly connected. إذا ما فيش ممر حتى لو تجاهلت الاتجاهات بنسميه not connected أصلا. فهمنا بالدايركتد متى بسميه strongly connected؟ strongly connected يعني
في باث بين any two vertices مع مراعاة مع المحافظة على الاتجاهات. Weakly connected في باث بين any two vertices بعد تجاهل الاتجاهات. إذا تجاهلت الاتجاهات، بس إذا ما تجاهلت ممكن ما لقيش الباث. في عنا السايكل. الجراف أحيانا يكون في سايكل. زي قبل شوي بالجراف اللي هون كنت أحكي من A ل C ل D ل E ل C. هاي أرجع لنفس النقطة، هاي بنسميها سايكل، إنها بتحتوي على سايكل. طب نشوف شو يعني سايكل. سايكل is a path، بيكون السايكل في بالباث إذا كان عندي vertex 1 vertex 2 ل vertex k ناقص 1 فاصل vertex k in which v1 تساوي vk. بيكون هذا الباث عبارة عن سايكل إذا الفيرتكس الأولى نفس الفيرتكس الأخيرة أو حتى بالوسط، بيكون بيحتوي على سايكل. And the first k ناقص واحد nodes are all distinct. حط لي شرط إنه الأولى، هذا بيكون simple cycle، simple cycle، simple path وبنفس الوقت cycle، إنه كلهن distinct ما عدا الأولى والأخيرة نفسها، ما عدا النود الأولى الفيرتكس الأولى vertex 1 تساوي vertex k اللي هي الفيرست أول نود بالأول vertex بالباث وآخر vertex نفس الvertex بيكون سايكل. وباقي بيحكي لنا for k أكبر من 2 and first k ناقص 1 nodes are all distinct، والباقي يكون المنفصلات عن بعض، يكون سايكل وحدة. A cycle is a graph. In a graph is a path of length at least 1 such that the first vertex on the path is the same as the last one. طب كيف at least one؟ ممكن أحط هيك سيلف لوب من A ل A، بطلع من A وألف وبرجع على A، هاي بيكون سايكل من A ل A. هيك بحكينا طول السايكل على الأقل واحد. طبعا هون ما عنديش بالرسمة، لو كان عندي هون لوب سيلف لوب بنسميه سيلف لوب، سيلف لوب من A ل A، سهم من A ل A أو من B ل B، هذا بيكون سايكل من A ل A، طلعت من A ورجعت على A. Is a path of length at least one in such that the first vertex of the path is the same as the last one. وممكن يكون أكبر من واحد، زي مثلا نحكي له من A، وين الاتجاهات هون؟ من A ل B ل E ل C ل A، صار في سايكل، طلعت من A ورجعت على A، تكرار صار بس بالنود الأخيرة. If the path is simple then the cycle is a simple cycle. بحكي لنا إذا الباث سيمبل، هو قبل شوي لما عرفنا السيمبل قلنا كلهن ديستينكت ما عدا ممكن الأولى مع الأخيرة يكون المتشابهات، مع إنها سايكل بس حكينا يعتبر سيمبل. أما إذا كان السايكل بالوسط حكينا بيكون not simple. إذا كانت الأولى والأخيرة بس تشابهن بيكون الباث سيمبل وسايكل، بنسميه سيمبل سايكل. طب إذا السايكل أجت بالوسط، هاي E C E، هاي E C E، وفي سايكل A مع A، كررت الأولى مع الأخيرة بس بنفس الوقت تكرر E مع E، يعني صار بدل one cycle two cycles، بنسميه not simple، not simple cycle. طب ليش not simple cycle؟ خلينا نمشي من A ل B ل E، رحنا على C، بعدين من C رجعنا ل E، بعد ما رجعت ل E رحت على D، وبعدين رحت على A. لاحظ صار two cycles، cycle من C ل E وcycle ثاني من A ل A مشيت فيها لحد ما صل. لو بس A ل A وما تكررت الشاي C E C E، لو ما تكررت بهاي الطريقة شو بصير؟ بيكون simple، بس لأنه تكرر cycle داخل cycle سميته إيش؟ not simple cycle. شو سمينا؟ not simple cycle. طب A B من A ل B ومن B ل E ومن E ل D ومن D ل C، هاي فيها سايكل؟ لا، عشان يكون فيها سايكل لازم اثنين يتكررن، الأولى مع الأخيرة قلنا بنسميه سايكل. إذا ما صار سايكل داخل السايكل بالوسط بنسميه سيمبل سايكل، إذا صار سايكل داخل السايكل بنسميها نوت سيمبل سايكل. أسايكليك كلاس، أسايكليك جراف، no cycle is in the graph. إذا الجراف
ما احتواش ولا على سايكل، نسميه أسايكل، أسايكليك، أسايكليك. شو يعني أسايكليك جراف؟ يعني بيحتويش على سايكل. has no cycle، has no cycles. إذا بيهوش الجراف أني سايكل، يهوش ولا سايكل، شو نسميه؟ أسايكليك. الأسايكليك مش يعني في سايكل، has no cycle. اتفقنا؟ أسايكلز يعني فيهوش سايكلز. في عنا سيلف لوب، شايفين؟ ممكن يكون في سيلف لوب. شو السيلف لوب؟ اللي هي الإتش من V ل V، من اثنين لاثنين، هاي بعبر عنه هذا السيلف لوب. لو قلت لك عبر لي عن هذا الإتش من النود لنفسه، من اثنين لاثنين، هذا نسميه سيلف لوب. From vertex to itself، شو يسمى؟ سيلف لوب، اللي هو الإتش and إتش من الفيرتكس لنفسه. السيلف لوب الإتش من فيرتكس لنفسه بنسميه سيلف لوب. كيف بعبر عن الإتش؟ هيو من في فاصل في، مش اتفقنا احنا بنعبر عن الإتش على شكل زوج مرتب من الفيرتسيز؟ طيب هاي من اثنين لاثنين، بعبر عنه اثنين فاصل اثنين. هاي عندي إتش من أربعة لواحد، ومن أربعة لواحد لاحظ نفس دايركتد وبارلل. متى بسميه بارلل إتش؟ إذا كان مالتيبل إتش بتوين ذا سيم نوت بنفس الدايركشن. Multiple edges ونفس الاتجاه. طب هون 4 3 3 4 هذا سميه بارلل. انتبهوا، من 4 ل 3 وفي edge من 3 ل 4، هذول مش بارلل، هذول not بارلل، هذول edges مختلفات. بس هاي 4 ل 1 ومن 4 ل 1 بنفس الاتجاه 2. طب قول لي هاي بتصير؟ اه بتصير. مش ممكن بخطوط الطيران يطلع رحلتين بنفس الوقت من نفس المطار لمدينة أخرى؟ هذا بنسميه بارلل، بنفس الاتجاه طلع رحلتين نفس الوقت. إذا ممكن يكون في عندي بارلل، واللي ممكن يكون بنفس الاتجاه بارلل، بقول لك آه بعض التطبيقات زي الطيران الرحلتين يطلع من القاهرة مثلا من عمان يطلع طيارتين على القاهرة، راح يمشي نفس الاتجاه، بنسميه ايش؟ بنسميه بارلل. طيب الجراف بيكون سيمبل اذا ما فيهوش بارلل او سيلف لوب. اذا في سيلف لوب او بارلل اتش بيكون نوت سيمبل. اذا احتوى، اذا ما سيمبل جراف، متى بنقول الجراف انه سيمبل؟ متى بنقول الجراف سيمبل؟ اذا ما فيهوش سيلف لوب ولا بارلل، مش الثنتين مع بعض. يعني لو ما كان في بارلل وفي سيلف لوب بيكون not simple. إذا كان في parallel وما فيهوش self loop كمان not simple. عشان يكون simple is a graph with no parallel edges and no self loops. لازم يكون ما فيهوش لا parallel ولا self loops عشان أحكي simple graph. إذا كان في self loop أو parallel edges not simple graph، بيكون not simple. طب قلت لك من 4 على 3 3 4 تقول لي هاي parallel، أقول لك هذول parallel، لا هذول مش parallel، هذول باتجاهات مختلفة، هذول ما بعتبرهن البارلل. عشان اعتبرهن البارلل لازم يكون من نفس الاتجاه. يعني شايفين من 4 ل 1، من 4 ل 1 في 2 edges، هذا بارلل. طب ممكن بالتطبيقات يكون عندي بارلل؟ ممكن، قلنا رحلتين من نفس المطار لمطار آخر، طيارتين يطلعن بنفس الوقت. طيب في عنا التريز، طب علاقة التريز بالجرافز، طب قول لي الجراف قريبة من التري. التري شفناها مجموعة فيرتيسيز وفيها مجموعة نوتس وفي بينات الروابط. بس التري حالة خاصة من الجراف. التري هي حالة خاصة من الجراف. كل تري تعتبر جراف، بس مش كل جراف يعتبر تري. التري هي حالة خاصة من الجراف. كل جراف، كل تري هي جراف، بس مش تري، بس مش كل جراف يعتبر تري. طب شو بيميز التري عن اي جراف؟ التري connected graph with no cycles. شو هو التري؟ connected graph with no cycles، مستحيل الاقي فيه سايكل. التري مستحيل الاقي من 2 ل 5 يصير عندي 1 2 5 1، مستحيل الاقي هذا الشيء. الروتد تري، given a tree choose a root node and orient each edge away from the root. وبالتري في عندي نود بتسمى root، وكل الاس من الروت لها اتجاه، في parent وفي child، عارف مين البيرنت وعارف مين child انا. وكل النودز بتبلش من الروت، بتكون مربوطه مع الروت. هيك بحكي لنا
بسم الله الرحمن الرحيم. لهيك التري كونها ما فيها سايكلز، لهيك اذا بتتذكروا عدد الايدجز، عدد الروابط بالتري بتكون ان ناقص واحد دائما. التري هي حاله خاصه من الجراف. كل تري تعتبر كونكتد جراف، بس مش كل جراف تري. ليش؟ لانه التري كونتينز نو سايكلز، ما فيها سايكلز نهائيا. التري عدد الايدجز فيها بيكون ان ناقص واحد، عدد الإجز إن ناقص واحد. الجراف ممكن يكون فيه عدد الإجز أكثر من إن ناقص واحد، لأنه ممكن أزيد من 5 إلى 2. يعني هاي لو سألنا لازم يكون عندنا روت. لو سألتك هاي تري، مع أنه شكلها انتبه، أنت رتبها اعملها شكل واحد، هاي الروت تقدر تعتبر الواحد هي الروت. منها تشيلدرن 2 و5 و7، السبعة إلها تشيلدرن 8 و9، 2 هاي تري، وهاي كمان تري، هاي نفس التري بس إيش مرسومة بالطريقة اللي كنا نرسم فيها التري العادية، الروت اللي هو واحد. كيف أعرف الروت؟ الروت بقدر أصل منه لكل النوتس، من الواحد بقدر أصل للثلاث، بقدر أصل للاثنين، بقدر أصل للأربعة، بقدر أصل للخمسة، للستة، للسبعة، للثمانية، للتسعة. طب لو قلت السبعة، السبعة بقدر أصل أعملها هي الروت، بقدر أصل لأي نود؟ بقدر، بس اللي بالوسط دائما أفضل. في عنا الديجري أوف فيرتكس، بحكي الديجري. الديجري هي درجة الفيرتكس. شو يعني درجة الفيرتكس؟ عدد الإجز الإنسيدنت تو ذا فيرتكس، عدد الإجز اللي بتطلع من الفيرتكس. في عنا بالدايركتد بالأندايركتد، الديجري عدد الإجز اللي طالع من يعني ديجري للواحد بقول 3، هذا undirected طالع منه 3. السبعة 3 بالجراف بار بالundirected، الثلاث ديجري إلها 2، الأربعة ديجري إلها 2، الاثنين الديجري إلها 2، الواحد الديجري 2. شو الديجري؟ عدد الإجز. طب الواحد كم الديجري إلها هون؟ واحد بس، لأنه عدد الإجز واحد. الاثنين الديجري 2، الثلاث الديجري 2، الأربعة الديجري واحد إلها. اتفقنا؟ الديجري لا، إذا كان not directed graph، undirected graph عدد الإجز. طب إذا كان directed في عنا إشي اسمه in degree و out degree. الديجري بشكل عام لو قلت لك الديجري كاملة اللي هي عدد الإجز incident to that vertex، incident إما داخلة أو خارجة عادي كلهن. إذا قلت in degree اللي هي عدد الإجز الخارجة الداخلة، الان يعني داخل. شو يعني داخل؟ يعني إذا كان دايركتد يعني السهم عندها، تكون السهم عندها، يعني هي بتكون destination. In degree of a vertex V is the number of edges that have V as the head. شو يعني head؟ يعني رأس السهم عندها، رأس السهم بيكون عندها، بتكون السهم داخل إلها. in شو يعني in؟ داخل. out خارج، بتكون مش رأس السهم عندها، بيكون طرف أول السهم عندها. Of a vertex V is the number of edges that has V as the tail. ذيل السهم بيكون مش رأس. يعني هاي هذا undirected. بحكي الديجري عدد الإجز اللي بالنوتس. A عدد الإجز اللي طالع منها 2. D 3. E 2. C 3. F 0. ولا إج طالع منها. وهذا لو قلت لك هذا connected directed graph بتقول لي not connected، لأنه في F بقدرش أصل لها. طيب هذا بالdirection. الديجري كلها لو قلت لك 2، الديجري بشكل عام 2. الان ديجري في سهم فايت له؟ لا، إذا الان ديجري 0. الاوت ديجري 2، الخارج منه، خارج منه سهمين نسميهن اوت، اوت معناها خارج. طب بي الان واحد داخل له واحد وخارج منه واحد، الان ديجري واحد والاوت ديجري واحد، الديجري كلها 2. السي الان واحد والاوت 2، هاي طالع منه 2 بس داخل له واحد، لهيك بنسميه ان ديجري واحد الاوت ديجري 2. الاي الان ديجري الاي داخل له 2 ومش طالع منه ولا واحد، لهيك الاوت ديجري 0. طب الدي داخل عليه 2، هيك الان ديجري 2،
خارج منه واحد، الأ والدجري واحد، الإف لا طالع ولا فايت منه، إن دجري صفر والأ والدجري زيرو. في عنا الجراف تيرمونولوجي، عنا end vertices or end points of an edge U and V are the end points of A. لاحظ ممكن نعبر عن ال edge هيك A B، نعطي اسم لل edge بدل ما أقول له U V بقول اسمه A، و A هو ال edge اللي بربط بين ال two vertices V و U. بصير ولا بصير شي عبر عن ال edge بهاي الطريقة؟ بصير. إحنا على عادة ما كنتش أعطي أسماء للإجز A, B, C، أعطيهن أسماء، كنت أعبر عن الإجز على شكل زوج مرتب من البرتسيز U, V أو V, U، ما كنتش أسميه، بس لو سميته مثلاً الإجز هاد سميته A، بصير. هيه end vertices or end points of an edge U and V are the end points of A. بحكينا الإجز A أطرافه الـ end points إلو U V، الـ edge B الـ edge اللي اسمه B أطرافه V و X، الـ edges incidents on a vertex A, D and B are incidents on B. الـ edges incident بحكينا on a vertex، الـ incident on a vertex incident يعني ده طالع من الـ vertex. يعني لو قلنا A و D و B هذول incident من مين؟ من vertex V. ال vertex V طالع منه في له 3 edges A و D و B، نسميهن incident. يعني incident يعني طالعات من B. طيب adjacent vertices، ال adjacent قبل شوي قلنا U and V، هذا undirected، ما بقول U adjacent ل V، لو كان directed إذا كان عندي V U بحكي U is adjacent ل V، صح؟ طيب إذا كان V U U V بحكي V adjacent ل U لو كان directed، بل بال undirected بحكي U and V are adjacent، U and V are adjacent. شيك اتفقنا؟ هاي المصطلحات إعادة. X and Z are adjacent، X and W are adjacent. بالدايركتد لا، قلنا لازم ننتبه على الاتجاه عشان احكي X is adjacent لو متذكرين Z is adjacent لو Y، Y adjacent لZ، كان في شرط. الدجري of a vertex X has degree 5، بحكي لنا X كم نوع كم إج طالع منها؟ كم إج؟ 1 2 3 4 5، لهيك الدجري 5. طب قول لي هذول نفس الإشي، هذول بارلل، هذول مسميين بارلل. لو سألتك البارلل إيجز اللي هن H و I، هذول بارلل يعني هن بين نفس التو فيرتيسيز وبدون اتجاه زي بعض، H و I بارلل. سيلف لوب J، الإيج J اللي هو لوب الإيج من Z لZ، سيلف لوب اللي هو J. هاي مصطلحات عشان يوريك تطبيق على المصطلحات. احكي لنا عن الهاند شيكينج ثيوري. هاند شيكينج هاي تتعلق بعدد الإتش وعدد ومجموع الديجريز. الهاند شيكينج ثيوريم بحكي لنا للجي، جي هو جراف بعبر عنه على شكل مجموعة فيرتيسيز ومجموعة إتش. بي ان اندايركتد جراف، اندايركتد يعني بدون اتجاهات. طول إذا كان طول إي، طول إي يعني عدد الإتش كانت إم، عدد الإتش هي إم. طول إي شو طول؟ هاي اتجاه الطول إذا بتتذكروا، عدد يعني أقول لك number of edges يساوي m. أنا عندي graph مكون من مجموعة vertices ومجموعة edges، وهذا الجراف undirected، انتبهوا بدون اتجاهات undirected. عدد ال edges m بيكون مجموع الدكرية لكل ال vertices يساوي 2 في m. طب صح؟ طب قل لي إياها صح ولا غلط؟ هذا المثال، هذا المثال قلت لك عدد الإجز هذا بدون اتجاهات undirected، 1 2 3 4 5 6. لو جمعنا الديجريز بلاقيها 12. قديش الديجريز؟ عدد الإجز 6، الديجريز هتكون 12، صح ولا غلط؟ ما هي بي، ليش؟ لأن أنا بحسب قاعد، ليش طب الديجري 12؟ لأن أنا بقاعد بحسب الديجري بمرتين،
الاتش بحسبه مرتين، مره طالع مره من بحسبه ل بي، مره بحسبه ل ايه، مره بحسبه ل بي، مره بحسبه ل سي، اللي هي قاعد تلقائيا نجمع الديجريز 2 زائد 2 4 زائد 3 7. طبعا هذول قديش كانن؟ 1 2 3 4 5 6 6 3 زائد 2 5 و 3 8 8 و 4 12 والاتش 6 والديجري مجموعهم 12. مجموع الديجري اللي هو 2 في عدد الاتشز. شفنا شو العلاقه؟ مجموع الديجري ل V for every V تنتمي ل V، لكل V موجودة داخل الجراف الديجري الهن، لو جمعت الديجري الهن راح يكون 2 ضرب عدد الإجز، واتفقنا انه عدد الإجز اللي هو M. Add up the degree of all the vertices، اذا جمعت الديجري لكل الفيرتيسيز لازم يكون مجموعها يساوي 2 ضرب عدد الإجز. اتفقنا هذا بالأندايركتد. بالدايركتد لا، بالدايركتد لا، اما بالاندايركتد اه، لانه الاتش محسوم من A ل B ومن B ل A، صح؟ طيب every is contributes plus 1 to the degree of each of the two vertices، كل vertices راح ينحسب لها الاتش، ليك بنحسب الاتش مرتين، مره على النود الاولى ومره مع النود الثانيه. its incident with each is counted twice، اللي هي كل اتش بحسبه مرتين، مرة للطرف الأول ومرة على الطرف الثاني. لما يكون في إج من A ل B هو نفس الإج موجود من B ل A، هيك حسبته مرتين، لهيك الديجري راح تكون 2 ضرب عدد الإج. Number of إج is exactly half the sum of degree of V. نحكي الديجري of V، مجموع الديجري ل V 2 في M، والعدد الإج راح يكون نصه، الديجري على 2، مجموع الديجري على 2. The sum of degree value must be even. ومجموع الديجريز لازم يكون عدد زوجي، ما بصيرش يكون فردي. يعني لو كان عدد الإجز فردي أو زوجي ضرب 2، عدد الإجز 3، راح يكون الديجري 6، مجموع الديجري 6. طب لو كان 4، مجموع الديجري 8. إذا مجموع الديجري دائما عدد زوجي. If an undirected simple graph with no sub-self loops and no multiple edges، يعني no parallel، إذا كان ال undirected graph، إذا كان عندي هون حكينا عن ال undirected، ال undirected نفسه كان simple. simple شو يعني simple؟ ما فيهوش self loop، ما فيهوش parallel، لهيك إذا كان simple عدد ال m لازم يكون أقل أو يساوي n في n ناقص 1 على 2. أقل عدد من الفيرتيسيز هو N ناقص 1، عدد الإجز أقل. Each vertex has degree at most N ناقص 1. كنا ليش بحكي لنا كل vertex ممكن يطلع منها روابط للvertex الأخرى الموجودة، يعني كل vertex N ناقص 1 كحد أقصى، كحد أقصى N ناقص 1، يعني الأولى N ناقص 1 زائد N ناقص 2 زائد N ناقص 3 زائد N ناقص، هيك بتطلع، بطلع مجموعهم n في n ناقص 1 على 2. طب ليش n ناقص 1 زائد n ناقص 2؟ لانه الفيرتكس الثاني ما بديش اعد الاج نفسه مره ثانيه، بقول n ناقص 2، الفيرتكس الثالثه n ناقص 3، الفيرتكس الرابع لحد زائد 1. طب اجمع لي n ناقص 1 زائد n ناقص 2 زائد، مش اخذنا العلاقه اللي هي n في n ناقص 1 على 2. عدد الإجز عادة بالجراف بيكون أكبر أو يساوي N ناقص 1 وأقل أو يساوي N في N ناقص 1 على 2. طب متى بيكون N ناقص 1؟ إذا كانت 3، قبل شوي قلنا 3 لأنه ما فيها سايكلز نهائياً، بتكون N ناقص 1. تذكرين 3 عدد النودز، لما هي 3 هي جراف، مش اتفقنا أن 3 هي حالة خاصة من الجراف، بتكون connected contains no cycles، ما فيهاش سايكلز، يكون جراف كونكتد وما فيهوش سايكلز بنسميه 3. اذا كونكتد وما فيهوش سايكلز ممكن اسميه 3. هي قلنا كل 3 هي جراف، بس مش كل جراف 3. عدد الاجز قبل شوي حكيت لك بال 3 ان ناقص 1، اذا عدد الاجز ام باي جراف اكبر او يساوي ان ناقص 1 واقل او يساوي واقصى عدد من الاجز باي جراف بيكون ان في ان ناقص 1 على 2، بس بشرط يكون ما فيها لا بارلل ولا سيلف لوب. إذا فيها برا للسلف لوب ممكن يزيد، ممكن يصير أكثر من N في N ناقص 1 على 2،
إذا فيها سيلف لوب أو فيها بارالل اللي هو not simple، يكون not simple. الكمبليت جراف، الجراف بسميه كمبليت من نشير الهاب kn every pair of vertices are adjacent، نسميه كمبليت إذا كل واحدة adjacent للثانية. كيف adjacent؟ يعني في رابط مباشرة بين النود والنود الثانية. انتم مذكرين سميناه connected إذا في path، يسمى connected إذا في path بين الفيرتكس، بين أي فيرتكس والفيرتكس الأخرى بنسميه connected. مش شرط يكون مباشرة أروح من A ل B، بس في طريق بنسميه connected. بنسميه complete إذا في إج مباشر بين الفيرتكس وأي فيرتكس أخرى بالكلاس بالجراف. إذا في إج مباشرة بين الفيرتكس والفيرتكس الأخرى شو بنسميه؟ بين كل الفيرتيسيز طبعا بنسميه complete. يعني هذا هاي النقطة لحالها تعتبر complete. طب اللاين في تو vertices بقدر أصل من الأولى للثانية بمباشرة ومن الثانية للأولى مباشرة، هذا complete. طب المثلث كذلك، هذا كذلك. طب هذا الشكل هاي في باث، في إج بين الفيرتكس وكل الفيرتيسيز المجاورة، نفس الإشي الفيرتكس الثانية والثالثة والرابعة. لاحظ هذول كلهن كومبليت. ليش كومبليت؟ لأنه في فيرتكس، في إج بين الفيرتكس والفيرتكس الأخرى، إج مباشرة. Every pair of vertices are adjacent. متى بقول الفيرتيسيز adjacent؟ إذا بكون في رابط بينها وبين الفيرتكس. هاي في من A ل B ومن A ل D ومن A ل C. ها لو جينا على B في عندي رابط من B ل A ومن B ل C ومن B ل D. إذا جيت على D في رابط من D ل A ومن D ل B ومن D ل C. طب جينا C، لاحظ هذا هيك نسميه إيش؟ complete graph. الdirected complete graph يكون N في N ناقص واحد edges. لاحظ إذا كان directed وcomplete بيكون عدد الإدجز N في N ناقص واحد. إذا كان undirected إذا كان directed عشان يكون complete بدهوش يكون على اثنين، لأنه لازم يكون بالاتجاهين من A ل B ومن B ل A، لهيك ضربناها في اثنين بصير N في N ناقص واحد إدجز اللي هو العدد الأقصى، العدد الأكبر قلناه قبل شوي N في N ناقص واحد على اثنين. هذا للأندايركتد بدون اتجاهات. طب إذا في اتجاهات عشان يكون كامل بده يكون N في N ناقص واحد، لأنه كل واحد تضربه في اثنين. إذا كان أندايركتد الحد الأقصى لعدد الإس في حالة أنه كومبليت N في N ناقص واحد على اثنين. بالكومبليت لازم يكون N في N ناقص واحد على اثنين. شو يعني complete؟ يعني في رابط، في edge بين كل vertex والvertices الأخرى، vertices الأخرى اللي بالجراف. let n be the number of vertices. بحكي لنا بالcomplete graph افرض إنه m هي عدد vertices والm عدد edges. how many total edges in a complete graph؟ عدد edges قلنا بالcomplete إذا كان directed بيكون n في n ناقص واحد، بيكون m يساوي n في n ناقص واحد، هذا directed. والأندايركتد بيكون N في N ناقص واحد على اثنين. احفظوها الأندايركتد الكمبليت جراف عدد الإجز فيه N في N ناقص واحد على اثنين، الN اللي هي عدد الفيرتيسيز، N في N ناقص واحد على اثنين. إذا كان دايركتد لا، N في N ناقص واحد. إذا الجراف is not complete بيكون إذا not complete، هذا the complete. طب إذا not complete بيكون عدد الإجز أكبر من زيرو وأقل من N في n ناقص واحد على اثنين. A connected graph of n vertices الm قال لي أكبر أو تساوي n ناقص واحد وأقل أو تساوي n ناقص n في n ناقص واحد على اثنين. متى بتكون n ناقص واحد؟ اللي هي التري. متى بتكون عدد الإجز n في n ناقص واحد على اثنين؟ هاد connected undirected. انتبهوا undirected إذا كان complete، وممكن يكون وسط لا هو تري ولا هو complete، بيكون M بتتراوح بين هاي الرقمين. Undirected K هذا Undirected و Complete. هذا Complete بقدر في Vertex. طب قديش عدد الإجز؟ بدون ما أشوف عدد الVertices 4، 4 في 3 على 2، 4 في 3 على 2، 4 في 3 12، 2 6.
هل عندي 6 إكس؟ 1 2 3 4 5 6. طب هذا دايركتد وكمبليت، عدد الإكس راح يكون كم فيرتكس عندي؟ 4 في 3 12. طب ليش ما قلت على 2؟ لأنه هذا دايركتد. هاي عد الإكس، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 إكس. كيف بمثل؟ هذا موضوع مهم كثير. هون وصلنا، هذه كلها مصطلحات، شو يعني دايركتد، شو يعني كونكتد، شو يعني اندايركتد، شو يعني فيرتكس، شو يعني باث، شو يعني ادجيسنت، شو عدد الايدجز، هذا كله مصطلحات. هسه هون كيف امثل الجراف، كيف امثل الجراف اللي هو الجراف ريبريزنتيشن. هذا الموضوع مهم كثير وبتنسال عليه، يعني المصطلحات ممكن بعضها نسالك بعضها لا، عدد الايدجز ممكن نسالك، مجموع الديجري، انتبهوا لهي الشغلات. طيب هسه على الجراف ريبريزنتيشن مهم، في عنا طريقتين لتمثيل الجراف داخل الكمبيوتر، اما على شكل adjacency matrix او adjacency list. اتفقنا شو الطريقتين لتمثيل الجراف؟ adjacency matrix او adjacency list. طب شو adjacency matrix؟ هي عباره عن two dimensional array، هي عباره عن two dimensional array، وهسه راح نوريك كيف تمثل بالadjacency matrix الجراف. تعمل two dimensional array، الاندكسز طبعا هو ما فيش A B C D، في اندكس 0 1 2، انت بتكون عارف انه 0 مثلا هي A، 1 هي B، C هي D، في عندنا اندكسز في عندنا اندكسز، تتذكروا انه بالاريز في اندكس، ما فيش A B C. طب كيف انا بدي اعرف A B C؟ انا بفترض مثلا انه ال A هي بمثلها 0، ال B 1. لاحظ بين A و A ما فيش رابط، بحط 0. بين A و B في رابط، بحط 1. بين A و C في رابط، حطيت 1. بين A و D في رابط، حطيت 1. بين B و A، B و A في رابط، لا. طب قل لي هاي الرابط، بقول لك هذا دايركتد، بدي انتبه على الاتجاه. من B ل A ما فيش، لو كان اندايركتد بحط 1 هون، بحط 1 هون، بس هون دايركتد. من B ل A ما فيش رابط، حطيت 0. من B ل C، من B ل B في رابط سيلف لوب، لاحظ من B ل B اللي هو سيلف لوب ما فيش رابط، 0. من B ل C في رابط، حطيته 1. من B ل D في رابط مباشرة، لا 0. شفتوا كيف؟ بس أنا أقول لي بالكمبيوتر ما فيش A B C D، بقول لك 0 1 الاندكسز 0 1 2 3 هون 0 1 2 0 1 2، بس أنا بكون عارف إنه 0 بتمثل الـ A، الـ B بتمثلها 1. من زي الري سب 0 سب 0 اللي هي A سب A اللي هي بحطها 0، اللي هي بتمثل العلاقة بين A و A اللي هو السيلف لوب. ما فيش عندي سيلف لوب 0. اتفقنا. ساجينا على C، C في رابط بين C و A، لا حطيته 0. من C ل B في طريق، لا حطيته 0. من C ل C في سيلف لوب، حطيته 0. الدايركشن بس من C ل D حطيته 1. طب من D، دي ما فيش ولا إشي طالع منها، إذا كله 0 0 0، ما فيش من دي لأ A، في من A لD بس ما في دي لأ A. شفنا كيف؟ طيب هسا هاي undirected، undirected تيجي بتقول لي من A لA 0، من A لB 1، من A لC 1، من A لD 1. رحنا على B، من D لA كمان بحط 1 لأنه هذا undirected. من B لB 0، من B لC 1، من B لD 0. طب يجي هون C، من C ل A بين C وال A 1، في إذا في باث بتحط 1 قيمة العنصر، إذا ما فيش إذا ما فيش H بتحطه 0. من C ل B 1، من C ل D 1، من C ل C 0، حطيته 0. طب ال D، من D ل A 1، من D ل B ما فيش، حطيته 0. من D ل C 1، من D ل D سيلف لوب ما فيش، عندي 0. اتفقنا؟ لاحظ كيف مثل بالادجيسنسي ماتريكس على شكل دو دايمنشنال اري، صفوف واعمده. الصفوف والاعمده بتمثل الفيرتيسيز، والقيم اللي داخل الاري بتمثل الروابط. طب كيف بتمثل الرابط؟ اذا في علاقه بين A و A بحطها 1، اذا ما فيش بحطها 0. A is then given by، لاحظ الـ A عباره عن مجموعه من الـ two dimensional array، عدد الصفوف I وعدد الاعمده J. وعادة عدد الصفوف والأعمدة بيكون إيش؟
نفس الإشي، لأنه هاي V في V، طول الماء الري، عدد الصفوف V اللي هو بعدد الفيرتيسيز، وعدد الأعمدة كمان بطول الفيرتيسيز بعدد الفيرتيسيز. بحكي A sub A I sub J، يعني العلاقة بين A و B، بين A و A، بين I و J تساوي واحد إذا في S من I ل J، إذا I J تنتمي لل E، يعني في S بين I و J، وبتكون زيرو إذا ما فيش S otherwise. الستورج المساحة التخزينية اللي بحاجة عشان أمثل adjacency matrix بحاجة ل V تربيع. يعني V تربيع؟ إذا عدد الفيرتيسيز N بقول N تربيع، اللي هو عدد الفيرتيسيز تربيع، لأنه الأري N في N، يعني 4 في 4 16 عنصر، هاي صح؟ V تربيع. A تساوي A to power D for undirected graph. بالـ undirected بتكون A transpose. شو يعني transpose؟ يعني مراية. الان دايركتد بتكون مراية، لانه في علاقة من A ل B وفي علاقة من B ل A. هيك لو القطر هذا بتاخذه بتلاقي الاريه مراية على القطر. بالدايركتد بتكون مراية، بالان دايركتد، بالدايركتد لا، بالدايركتد ما بتكون مراية. ال A تساوي A transpose لو عكستها. ليش؟ يعني ال A مراية لبعض، يعني لو عكستها بتضل زي ما هي. بالادجيسنسي ليست، الادجيسنسي ليست لا، بدل ما مثل 2 dimensional array بمثل عندنا consist of an array adjacent of two عندي list array طولها بعدد الvertices. شو بيكون عندي؟ array طولها بعدد الvertices. عناصر الarray بيكون عبارة عن adjacency list بتمثل الedges. يعني باجي بعمل array a b c d، بعدين بعمل الأجز على شكل linked list. A في رابط مع B، وفي رابط إلها مع D ومع C. لاحظ consist of an array adjacent of طول F list one list per vertex. بعمل array بالvertices بطول الvertices، وبعمل الأجز على شكل linked list. شو الـ A مرتبطة مين؟ الـ B و C و D عملتن على شكل adjacent على شكل list. طب B مرتبطة مع مين؟ مع C. C مرتبطة مع مين؟ مع D. هاي مع D. D مش طالع منها ولا إشي، هاي صارت adjacency list فاضي لدي. For U تنتمي ل V، لكل vertex U ينتمي لمجموعة ال vertices adjacency of U، adjacency of U الarray مثلا لـ A consist of all vertices adjacent to U. طيب الـ adjacent يعني A طلع منها لـ B ولـ C ولـ D، عملت من A على شكل list B مع D مع C. طيب من B طلع لمين؟ بس لـ C. من C طلع بس لـ D. D ما طلعش ولا باتجاه. هون بهاي الحالة A مرتبطة مع B و C و D، و B مرتبطة مع C و A. طيب و C مرتبطة مع A و B و D، و D مرتبطة مع D مع A و C. شفتوا كيف عبرنا عنها على شكل adjacency list؟ If weighted, store weights also in adjacency list. بحكي لنا إذا في أوزان على الجراف. كيف يعني أوزان؟ يعني قلت من A ل B الطول 10، تيجي بتقول لي من A في رابط بين A و B والطول 10، بتحط القيمة 10 داخل النود هاي. من A ل D طول 20، باجي بحط انه في عندي نود D والقيمة 20، انه الويت 20 بنفس النود. اتفقنا؟ الستورج هون بحكي لنا ال V زائد ال E، مش V تربيع. بالاري ريبريزنتيشن كان V تربيع، عدد النودز تربيع، لأن بدي اعملها على شكل اري. إذا عندي عدد الإجز 4، 4 في 4. إذا عدد الإجز 5، 5 في 5. إذا عدد الإجز 6، 6 في 6. بالادجيسنسي ليست لا، بدي اري بعدد النودز وبدي عدد الاجز بس. لهيك بحكي لنا في زائد اي. كم الاستورج الها؟ عدد يعني طول الفي زائد طول اي، عدد الفيرتيسيز زائد عدد الاجز. التوتال ادجيسنسي بحكي لنا اذا كانت ان دايركتد 2 ضرب طول اي. اذا كان ان دايركتد بيكون 2 ضرب طول
هي عدد الأجيسنسي. في عنا بالأجيسنسي ماتريكس عرفنا شو هي، وهي مثل لي إياها زي ما تعلمنا، والستورج أو في تربيع. بدي أحكي لك عن إشي، في عنا إشي اسمه سبارس، مش حكيته ليش مش حكيته، كيف سألنا الطلاب؟ لاحظ الجراف، في عنا إشي اسمه سبارس، في عنا إشي اسمه دنس جراف. السبارس اللي هي بيكون عدد الروابط قليل، الدنس عدد الروابط كثيف كثير. إذا عدد الروابط دنس، شو يعني دنس؟ يعني كثير. الأجيسنسي ماتريكس بتكون مناسبة، ليش؟ لأنه في روابط كثير، بتكون أفضل من الأجيسنسي ليست. اتفقنا؟ في عنا سبارس، بدنا نخلص هالسلايدين. في عنا الجراف إما سبارس أو دنس. متى بقول الجراف سبارس؟ إذا عدد الروابط قليل نسميه سبارس، دنس معناها كثيف، إذا عدد الروابط كثير بين النوتس بنقول دنس جراف. اتفقنا؟ في عنا سبارس ودنس، مش مكتوبات بالسلايدات. السبارس بيكون عدد الروابط قليل، والدنس بيكون كثيف. إذا عدد الروابط كثيف بتكون الأجيسنسي ماتريكس أفضل للتمثيل، إذا عدد الروابط قليل بتكون الأجيسنسي ليست أحسن، إذا دنس بيكون أجيسنسي ليست أفضل، إذا سبارس مين بيكون أفضل؟ الأجيسنسي ماتريكس. إذا دنس الأجيسنسي ماتريكس، إذا سبارس قليل أجيسنسي ليست أفضل. Adjacency list of a vertex V تنتمي ل V in the list. باجي لو بدي امثلها بنحكي adjacent، نعمل array 1 2 3 4. من 1 رح يطلع 2 link 2 nodes 2 و 3، هيك مثل لي اياها. لهيك بحكي لنا adjacent ل 1 2 و 3، adjacent 2 3، adjacent 3 adjacent لل 3 اللي هي ولا شيء. هاي لاحظ هاد directed، ولا إشي طالع منها. adjacent 4 اللي هي 3. for undirected graph طول ال adjacent of V يساوي degree of V. for die graph طول ال adjacent of V يساوي ال out degree، اللي طالع منه بس مش اللي داخل له. storage V زائد E. لاحظ معطيني جراف ومثله على شكل adjacency matrix A B C D A B C D. في علاقة بين A و A؟ لا، بحطها زيرو. في علاقة من A ل B؟ احنا كنا نحط واحد، واحد أو صفر. طب إذا في weight، عم نسميه weighted graph، زي هون ستة، في الweight ستة، بدل ما تحط واحد حط ستة، حط الweight. من A ل C، من A ل C في علاقة، أنا كنت أحط واحد، طب إذا كان الجراف weighted بتحط الرقم اللي هو 7 بدل الواحد. طب من A ل D كنا نحط فيه رابط نحط واحد، طب هذا ويت بحط بدل الواحد 5. اتفقنا؟ من B ل A، من B ل A 6، من B ل B 0 لأنه فيش رابط، من B ل C 4، من B ل D في رابط بين B و D؟ لا، بحط 0. والصح ان احط ايش؟ زيرو مش انفينيت، زيرو. من B ل D زيرو. طيب أو نان، هون كاتبينها نان، نان يعني إنه ما فيش رابط. هي الصح إن تعلمنا نحط، تحطش نان، حط إيش؟ حط لي زيرو، فيش نان، حط زيرو. طب من C ل A 7، من C ل B 4، من C ل C 0، من C ل D 3. طب من D، من D ل A 5، من D ل B وحط انفينيتي، احنا قلنا ما فيش رابط بحط صفر، بدل هاي الانفينيتي حط صفر صفر. من دي ل سي 3، من دي ل دي صفر، ما فيش رابط. لو دمت له هذا على شكل adjacency list. طب adjacency matrix بتحط لي كاري A B C D، وبتقول لي من A في رابط بين، في رابط بين B، في رابط بين A و B قيمته 6، بتحط بالنود القيمة 6، ومن A ل D بتقول لي من A كمان مربوطة مع C وقيمة الرابط 7، من A ل D قيمة الرابط 5،
5 وهكذا، أو بتحط قيم الروابط. طيب برد أركز لكم على الجراف ريبريزنتيشن، بسجل لكم إياهن وأضيف لا يعطيكم العافية هسه. الله يعافيك دكتور. الله يعافيك.